خدت عهد امام الله وامام نفسي ان مش هخبي عليكم حاجه، اني هبذل قصارى جهدي عشان اجيب لحضراتكم الانفرادات والاخبار المهمه. الزمالك خسر قضيه خالد بوطيب. الزمالك ملزم بسداد 1,900,000 يورو لقضيه خالد بوطيب. الملف ده بيتضحك فيه على جمهور نادي الزمالك، وانا جاي اقول لحضراتكم الحقيقه الكامله. بس قبل ما نروح للحقيقه الكامله، ما انتوا لازم تصدقوني. تعالوا بينا نشوف الانفراد اللي انا انفردته من 14 يوم، والكلام اللي انا قلته على خالد بوطيب. الفيديو موجود، هسيب لكم عنوانه دلوقتي حالا، وهنسمع المقطع بتاع خالد بوطيب، وكمان الفيديو هتلاقيه على الفيسبوك وعلى يوتيوب. افتح من الدقيقة 29 بالعنوان اللي انا سايبه لحضرتك ده دلوقتي. تعالوا بينا نسمع الفيديو مع بعض اللي من 14 يوم ونبدأ حلقتنا. من احد المصادر داخل المحكمة الرياضية الدولية كاس، عرفت ان غرامة خالد بوطيب هتصدر قريبا. وايه تاني؟ يعني قريب هنسمع حكم بوطيب. ايه تاني؟ الحاجة اللي انا خايف منها ان كل الكلام، يا رب المعلومات دي تطلع غلط، يا رب الكلام اللي انا بقوله ده ما يحصلش، لان هقول لكم نتائجه ايه لو حصل. في كلام مش عايز اقول لك مؤكد، مفيش حاجه مؤكده لسه، الحكم ما طلعش يعني، ولكن هي تكهنات مسؤولين قانونيين في الفيفا، يعني او في المحكمه الرياضيه الدوليه. هي تكهنات، توقعات، اراء، وليست معلومات. بتقول ان الزمالك موقفه في القضيه دي مش قوي، واللعيب هو اللي موقفه اقوى، وخالد بوطيب رافع قضيه بيطالب بعقده بالكامل. طب كام عقده بالكامل؟ 3 مليون يورو او دولار يعني. فلو خالد بوطيب كسب القضيه، هتكون سيادتك ملزم تدفع له 3 مليون دولار. واللي انت ما تعرفوش ان في مسؤولين مرشحين، مش مسؤولين، مرشحين حاليين في نادي الزمالك تواصلوا مع وكيل خالد بوطيب، لانهم علموا ان الزمالك موقفه في القضيه مش افضل حاجه، وحاولوا انهم يخلصوا بشكل ودي الموضوع، ولكن محامي خالد بوطيب رفض وقال لا احنا مكملين في الفيفا، لان هو متاكد ان موقف اللعيب موقف قوي، وهم اللي ليهم الابر هاند او اليد العليا في القضيه. فربنا يستر ويخلف ظني ويخلف المعلومه اللي انا بتكلم فيها وتطلع غلط. وخالد بوطيب يعني الزمالك اتعامل معاه معاملة غلط، والمجلس السابق لو الغرامة دي طلعت هيكون هو المسؤول عنها، وهو المتسبب الرئيسي فيها، زي ما لبسنا في غرامة شيكابالا 1.5 مليون دولار، زي ما لبسنا في غرامة محمد ابراهيم 1 مليون يورو، ادي 2.5، زي ما لا قدر الله ممكن تلبس في 3 مليون، خالد بوطيب دخلت لك في 5.5 مليون. ده غير بقى الحاجات الصغيره الحبشتكنات بقى، تشيمبونج ومش عارف مين ومين 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 والكلام الحلو الجميل ده. للاسف كنا بنتعامل مع قضيه خالد بوطيب، عاوز اقول لك بس موقف واحد يعني يعرفك احنا كنا بنتعامل في القضيه بتاعت خالد بوطيب ازاي. تخيل ان نادي الزمالك بعت لخالد بوطيب على الفيلا بتاعته او على موقع اقامته او مقر اقامته، يعني بعت له محضر انه هو راح يسال عليه فما لقاهوش موجود، فاذا اللعيب متهرب. بعت محضر للعيب، هو عليه قضيه خلع ولا قضيه نفقه ولا قضيه شيكات ولا كمبيالات؟ بعت له محضر على البيت. مال الكلام ده ومال التقاضي الرياضي في الفيفا والمحكمه الرياضيه، وانك تمشي بخطوات قانونيه رياضيه مش قانونيه عاديه بتاعه المحاكم وقوانين اللي هي بتاعه
انت ماضي شيك، انت ماضي كمبيالات، انت مختلس من الخزنه، انت عليك قضيه خلع، عليك قضيه نفقه، الكلام ده كله. محضر ايه اللي انتوا باعتينه؟ ف موضوع صعب. وإيه ولو صدرت العقوبة لا قدر الله على نادي الزمالك، هيكون المتسبب الأول فيها الناس اللي كانوا موجودين في نادي الزمالك، وللأسف لسه في شريحة من جمهور الزمالك مش عارفة حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناة بعد الماتش على يوتيوب وصفحة بعد الماتش على الفيسبوك. بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقية في القرن العشرين. لايف جديد وحلقة جديدة وكلام مهم جدا على ازمات وانفرادات هنتكلم فيها مع بعض، وهنتكلم في اساليب حلها. ولكن ما تنسوش في البدايه، الناس اللي على اليوتيوب مش هتنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك وشير للفيديو، ورجاله الفيسبوك اكيد مش هتنسى لايك وشير واعجاب ومتابعه للبيتش. سمعنا انا قلت ايه على موضوع خالد بوطيب، والكلام ده كان من 14 يوم. طيب ايه الجديد بقى يا عم محمد؟ قبل ما ندخل في الجديد، عاوز اواعي جمهور نادي الزمالك، يا ريت محدش يضحك على جمهور نادي الزمالك. الناس اللي طلعت قالت ان قضيه خالد بوطيب مضمونه لنادي الزمالك، والقضيه الزمالك قريب جدا ان هو يكسبها، الناس دي هتطلع تقول لجمهور نادي الزمالك ان الزمالك كسب قضيه بوطيب، بدل ما كان يدفع 3 مليون يورو الزمالك هيدفع 1,900,000 يورو، وده انجاز. وانا هنا جاي لحضرتك عشان اقول لحضرتك واوضح لحضرتك ان كل الكلام ده مش حقيقي. اي حد قال ان الزمالك هيكسب قضية خالد بوطيب ثم طلع كلامه غير حقيقي كالعادة، اكيد هيطلع يقول لجمهور الزمالك ان الزمالك كسب، ان هو دفع 1,900,000 يورو. هل انت تصدق ان 60 مليون جنيه الزمالك يدفعهم من دم الحي ده مكسب لنادي الزمالك؟ وانا هنا عشان اقول لك الحقيقة بالارقام، وهعرف حضرتك كل كواليس قضية خالد بوطيب. في البداية خالد بوطيب كان جات له اصابة، كان عاوز يفسخ عقده مع الزمالك مجانا، ويا دار ما دخلك شر لا تشتكوني ولا اشتكيكوا، ويفسخ عقده ويخرج ويتعالج. حلو حلو. ولكن مسؤولين نادي الزمالك اللي كانوا بيتميزوا بالذكاء الخارق وقتها رفضوا انه يسووا القضية مع خالد بوطيب بالود، ويا دار ما دخلك شر وخلاص يفسخوا العقد بالتراضي. نادي الزمالك رفض وقال له لا، انا هشتكيك في الفيفا ان انت مش عاوز احنا اللي نعالجك. واللعيب قال لهم نفسخ العقد وسيبوني انا اتعالج مع نفسي. نادي الزمالك قال له لا، انا هرفع عليك قضيه في الفيفا. راح خالد بوطيب لما لقى الزمالك هيرفع عليه قضيه في الفيفا، راح خالد بوطيب رادد على الزمالك بقضيه ثانيه في الفيفا. حلو حلو. من هنا بدات القضيه. طيب الزمالك خسر القضية بتاعت خالد بوطيب أمس، والزمالك مطالب بسداد 1,900,000 يورو إلى خالد بوطيب. طيب الغرامة كانت كام؟ الغرامة كانت 2,550,000 يورو. الزمالك بعد ما الفيفا نزلت الضرائب اللي كانت متحملة على العقد، الفيفا حسب بدون الضرائب، طلعت الغرامة 1,900,000 يورو. يعني الزمالك ما كسبش القضية وخالد بوطيب هو اللي كسب القضية. ماشي ماشي. في كلام طالع من السوشيال ميديا ان نادي الزمالك لسه الدنيا بخير ولسه الدنيا حلوة، ونادي الزمالك هيستأنف في المحكمة الفيدرالية السويسرية. الكلام ده في غير صالح نادي الزمالك، لان الزمالك لو استأنف في المحكمة الفيدرالية السويسرية هيتم يعني امتداد القضية 6 شهور، والست شهور دول هيكلفوا الزمالك اتعاب محامي وفوايد على الغرامة 5%، هيكلفوا الزمالك حوالي 9 مليون جنيه، والرقم مش هيتغير. المحكمة الفيدرالية السويسرية هي بتطول امد القضية، ولكن الرقم مش هيتغير. فالزمالك عشان الست شهور دول يأخرهم، الزمالك هيخسر 9 مليون جنيه. ماشي ماشي. اتمنى
لو مسؤولين نادي الزمالك يسمعوا الكلام بتاع العقل، وما يسمعوش كلام بقى الناس اللي خلاص يعني كل ما تطلع تقول حاجة بتكون غير حقيقية. خلاص موضوع كهربا وموضوع بوطيب، كل الكلام غير حقيقي بالمرة يعني. فأتمنى مسؤولين نادي الزمالك يتفقوا مع خالد بوطيب بشكل ودي، هنسدد جزء من الغرامة ونقسط الباقي، ومش هنستأنف توفيرا للنفقات وتوفيرا للأموال. المليون وتسعمائة ألف يورو دول عاملين حوالي بالفوائد 74 مليون جنيه. يبقى ازاي نادي الزمالك كسب القضية، وازاي نادي الزمالك هيدفع 74 مليون جنيه؟ جمهور الزمالك مش مغيب عشان تقعدوا تضحكوا عليه وتقعدوا تقولوا له اخبار غير حقيقية. فدي بالنسبة لخالد بوطيب، وزي ما قلت لكم المبلغ كان 2,550,000 يورو، وتقلل ل1,900,000 يورو عشان دي نسبة الضرايب ما اتخصمتش من عقده وهو كان في الزمالك. ادي قضية خالد بوطيب، ودي الحقيقة في قضية خالد بوطيب، والزمالك ما كسبش القضية، الزمالك خسران القضية، وللأسف جزء من جمهور نادي الزمالك بيصدق بعض الأشخاص اللي ما تعلموش ما تقرصوش. كفاية بقى، كفاية بقى ان احنا عمالين بنقول لجمهور نادي الزمالك اخبار كاذبه عشان نثبت ان احنا صح، لمجرد ان احنا نثبت ان احنا مش غلط. لا، اللي طلع وقال كهربا هيتوقف لازم يعتذر، اللي طلع وقال خالد بوطيب الزمالك هيكسب القضيه بتاعته لازم يعتذر، والاعتذار من شام الكبار، الاعتذار مش عيب بالمناسبه. تعالوا ندخل على انفراد تاني. ايه هو الانفراد التاني؟ باتشيكو، فاكرين باتشيكو؟ ايه اللي حصل؟ افكركم بباتشيكو. باتشيكو كان موجود في نادي الزمالك، لعيبة نادي الزمالك تآمرت عليه عشان تمشيه وتجيب باتريس كارتيرو. مش اللجنة اللي كانت موجودة، مش متذكر كانت لجنة اللواء عماد عبد العزيز، او اعتقد لجنة اللواء عماد عبد العزيز، مشت باتشيكو وجابت كارتيرون، يعني طبقا للمؤامرة اللي عملوها المتآمرين لعيبة نادي الزمالك في وقتها. وكلكم عارفين القصة دي، ان لعيبة نادي الزمالك تآمرت على باتشيكو ومشيته عشان يجيبوا اللي هو المدرب حبيبهم كارتيرو. مشي كارتيرو، يعني مشي باتشيكو وجي كارتيرون، ولكن الزمالك لم يسوي مستحقات باتشيكو، راح رفع قضية في الفيفا، وانا جاي لكم من المستقبل وبقول لك ان حكم باتشيكو قريب جدا جدا. الزمالك خسر قضية باتشيكو، والقاضي شاف ان الورق بتاع باتشيكو هو الورق الصح، والزمالك ملوش حق في القضية، وان الحكم هيكون لصالح باتشيكو، والمبلغ بتاع باتشيكو بيقترب من $1,000,000. كفاية بقى اللي بيحصل في نادي الزمالك، سواء اللجنة اللي لبست الزمالك في باتشيكو، ولا المجلس السابق اللي لبس نادي الزمالك في 2 مليون يورو بوطيب، في 1,000,000 يورو محمد ابراهيم، في 1,500,000 دولار شيكابالا، ده غير اتشيمبونج، ده غير نداي، ده غير سامسون، ده غير كل الازمات والكوارث الكروية اللي كان عاملها المجلس السابق، اللي لسه للأسف في ناس بتدعم. يمكن كنت انفردت مع حضراتكم من فترة ان الاهلي هيعمل استاد، وقعد مع عرب واسماء عربية، وبالفعل الاهلي مضى عقود الاستاد امس ومع 8 شركات، ولم يعلن بشكل رسمي البدء في الاستاد هيكون من اول نوفمبر ارجالي، والخبر ده اتقال من فترة وقلناه لكل الجماهير، وقلنا كمان اسماء رجال الاعمال اللي هيعملوا الاستاد، وهيكون فيه يعني فندق ومستشفى، وشركة إليانز هتكون مشتركة في هذا المشروع الضخم اللي بيعمله الاهلي. طيب عاوز اقول لك ان امام عاشور كان عامل ازمة مع النادي الاهلي، وامام عاشور موضوع اللايك اللي عمله الماتش الزمالك والكلام ده كله، طلعت وقلت لكم ان امام عاشور عمل الكلام ده كله عشان خاطر كان في اعلانات كان المفروض يعملها، والظاهر ان النادي الاهلي بقى خلى بيه وكلام من هذا القبيل. فخلاص الاهلي رضى امام عاشور وظبط له حمله اعلانيه بكام بقى؟ ب5 مليون جنيه عشان يراضوا امام عاشور. برضو خلونا مع امام عاشور، وتعالوا نشوف تصريح مثير للجدل للاستاذ خالد لطيف امين صندوق الزمالك السابق. بيقول لك ايه بقى خالد لطيف؟ بيقول لك الجمهور يعتقد ان قيمه
بيع امام عاشور والمقدرة بنحو 3 ملايين دولار، يعني تم اهدارها، لكن المبلغ لم يدخل حسابات الزمالك من الاساس. والله العظيم الثلاثة مليون دولار فلوس الدولة المصرية المتمثلة في نادي الزمالك، الثلاثة مليون دولار دول ما دخلوش حسابات نادي الزمالك من الاساس. اتمنى الجهات اللي يعني اللي بتحقق وبتراقب الاموال العامه يشوفوا التصريح ده. وفعلا ناس كتيره قالت، يعني طلع كلام كتير ان فلوس امام عاشور مش موجوده 3 مليون دولار اذا صحت هذه المعلومه، والاموال لم تدخل نادي الزمالك، فنحن اذا امام مصيبه وكارثه من العيار الثقيل. بصراحه عجبني اول قائمه الموحده والشغل اللي بتعمله لصالح نادي الزمالك. كابتن هشام نصر كان عارف بموضوع اللعيب يوسف حسن المهاجم اللي جابه المجلس السابق واتصاب في عهد المجلس السابق، والمجلس السابق ما سألش فيه ولا عالج اللعيب، والعملية كلها تتكلف 150,000 جنيه، ولا حتى ادى اللعيب فلوس المستحقات بتاعته ان هو يعمل العملية. فاللجنة او القايمة اللي لسه ما بقتش مجلس ادارة بتصلح ورا مجلس الادارة الكوارث اللي كان بيعملها والخطايا اللي كان بيعملها، وبتتكفل بعلاج يوسف حسن. كنا سمعنا ان الكابتن هشام نصر، ولكن تدخل الكابتن حسين السيد واستأذن الكابتن هشام نصر وقال له انا اللي هعمل له العملية، وبالفعل كابتن حسين السيد هيتكفل بعملية يوسف حسن مهاجم نادي الزمالك الشاب اللي جايبينه من وادي دجلة بخمسة مليون جنيه، ومش عايزين نعمل له عملية بمية وعشرين الف جنيه، هيتكفل بيها كابتن حسين السيد في قائمة الكابتن حسين لبيب. دي الناس المحترمة، دي الناس اللي بتشتغل، وللأسف اشباه يعني اشباه البني ادمين بيهاجموا الناس المحترمة دي والقائمة المحترمة دي. الاتحاد السكندري صدم الاهلي، ما هو انت بقى مش كل لعيب هتجيلي يا اهلي هديهولك. الاهلي كان عاوز مبلولو من الاتحاد السكندري. وكيل لاعبين استفسر من ادارة الاتحاد حول موقف النادي من بيع مبلولو للاهلي. ادارة الاتحاد رفضت كافة العروض المقدمة للتعاقد مع مبلولو، خاصة ان اللاعب يعني قد تلقى عرضا خليجيا ب 2 مليون دولار في الصيف، ونادي الاتحاد رفض، والاتحاد لن يوافق على رحيل مابولولو الا لو جاء عرض رسمي ضخم لا يمكن رفضه من يعني او لمابولولو. لعيب كويس جدا، لعيب من الهدافين اللي بسم الله ما شاء الله ماكينه اهداف الاهلي كان بيتكلم عليه، ولكن الاتحاد السكندري صدم الاهلي وقال له ان اللعيب مش هيبقى فيه تفريط فيه الا برقم يعني يكون كبير جدا 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 جدا. عايز اقول لكم معلومه مهمه جدا عن بيرسي تاو، مدرب جنوب افريقيا حزين جدا من بيرسي تاو انه تهرب من منتخب جنوب افريقيا. والخبر اللي قدامنا بيرسي تاو المدرب هوجو بروس بيقول بيرسي تاو اتصل بيا الاسبوع اللي فات وطلب عدم الانضمام لمنتخب بلاده لاسباب عائليه، وتفهمت الامر، لكن من ناحيه اخرى لم يعجبني انه لعب امس مع الاهلي. يعني اللعيب قال له انا عندي ظروف عائليه، وهوجو بروس مدرب جنوب افريقيا صدقه ولقى اللعيب بيلعب مع الاهلي مباراه الاسماعيلي، فكان غضب شديد جدا 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 من هوجو بروس مدرب جنوب افريقيا الى بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي. طيب تعالوا بينا ندخل على خبر تاني. اوسوريو بيرفض التفريط في حاتم سكر، واوسوريو متمسك بشكل كبير جدا بحاتم سكر. انا حاتم سكر اداؤه الفتره الاخيره مش بيعجبني، ولكن الزمالك ما هو بيجري ورا محمد حمدي بتاع بيراميدز، ومحمد حمدي ده الاحتياطي بتاع حاتم سكر في المنتخب الاولمبي، يعني حاتم سكر اساسي. طب ليه حاتم سكر يعني بيقدم المستويات دي؟ هل هي قله خبره؟ الله اعلم الموضوع قله خبره ولا مش قله خبره. برضو خلونا مع اوسوريو، وعاوز اقول لك ان الكابتن حسين السيد اللي هيكون مشرف على الكوره مع الكابتن احمد سليمان بيقول لك حسين لبيب ترشح للانتخابات من اجل دعم النادي وليس طمعا في الكرسي، وبيقول لك هناك 3 أو 4 لاعبين لا يستحقون الاستمرار مع فريق كره القدم بنادي الزمالك. خد بالك من الكلام ده، لان حسين السيد هيكون مشرف على الكوره مع احمد سليمان، فبيقول لك في 3 أو 4 لعيبه ما يستحقوش يكونوا موجودين.
وبيقول لك اوسوريو مستمر مع الزمالك حتى فترة انتقالات يناير، لو اراد المدير الفني التعاقد مع طارق حامد او بن شرقي او اي لاعب سوف نتعاقد معه، واحمد فتوح من ابناء الزمالك ويطلب فقط الشعور بالتقدير من النادي. ده الكابتن حسين السيد اللي اتكلم على اوسوريو وعلى مصير اوسوريو، وقال ان الراجل مكمل معانا حتى يناير القادم. هل بقى يعني بيقول لك اوسوريو مستمر حتى مع الزمالك حتى فتره انتقالات يناير، هل هيبقى في تغيير في يناير؟ اعتقد ان اوسوريو مش هيكمل الموسم مع نادي الزمالك. خبر مش كويس ايضا من نادي الزمالك، اصابه محمد عواد بعد التالق اللي كان عليه المباريات الاخيره، وخاصه مباراه البنك الاهلي اللي اطرد محمد عواد فيها وتالقه الشوط الاول. محمد عواد اتجددت اصابته برشح في ركبته بعد التعافي خلال الايام اللي فاتت، ولكن الاصابه تجددت على محمد عواد. اكيد دي حاجه محزنه جدا جدا لجمهور نادي الزمالك ان محمد عواد يتصاب، ويعني ده احنا لسه بنقول يا هادي. فطبعا حاجه تزعل موضوع محمد عواد. شوبير بيدعم فيتوريا بشكل غير طبيعي، الظاهر العزومه اللي شوبير عملها لفيتوريا في منزله يعني كان ليها اثر السحر. يعني شوبير بيقول لك لا يوجد مدرب في العالم لا يخسر مباراه. فيتوريا قاد المنتخب في 9 مباريات تعرض للهزيمه في مباراه واحده فقط، لافتا الى ان جوارديولا وكلوب بيخسران بعض المباريات. وبيقول شوبير لو تواجد المدرب الذي لا يتعرض للهزيمة فيجب التعاقد معه على الفور. هجوم الجماهير غير مبرر على الإطلاق وسندعم فيتوريا. طبعا شوبير والأهلي هيدعموا فيتوريا لأنه كنز استراتيجي ليهم، يكفي أنه مدرب شخصيته ضعيفة وبيوافق أنه يدي اللعيبة للأهلي ويخرجهم من المنتخب ويديهم الأهلي في خيانة واضحة. اللي بيعمل كده ده خائن للمنتخب وخائن لشغله. فطبعا شوبير لازم يدعم فيتوريا عشان خاطر زي ما بقول لك فيتوريا ده كنز النادي الاهلي، وهو اللي بيسهل لهم اللعيبه والانتقالات وان اللعيبه تخرج من المنتخب عشان تروح للاهلي اللي هو عندهم اهم من منتخب مصر. يمكن اول امبارح كان في مؤتمر صحفي لقائمه الكابتن حسين لبيب، ظهر ناس قيمه وقامه، الاستاذ محمد عامر، الاستاذ طارق عامر، الاستاذ مدحت العدل، يعني ناس كتيره، المهندس حسن صقر، يعني ناس قيمه وقامه في نادي الزمالك. ولكن اللي لفت نظري الاستاذ فهمي عمر، واللي كانوا بيلقبوه بالخال فهمي عمر الاعلامي والاذاعي الكبير، الرجل الذي تخطى 90 عاما، ولكن يعني كان موجود وقدر ان هو يكون موجود في المؤتمر. ولكن الراجل بكى في المؤتمر وقال ان انا ما كنتش بدخل نادي الزمالك، الظاهر كان محروم من دخول نادي الزمالك بسبب المجلس السابق ان هم منعينه من دخول النادي، وراجل تخطى 90 سنة مش هيكذب. احنا بنتحدث عن يعني اذا صحت هذه المعلومة وتم منع الاستاذ فهمي عمر من دخول نادي الزمالك فاحنا قصاد مهزلة، والمهازل كانت عددها يعني بسم الله ما شاء الله، ولكن احنا هنكون قصاد مهزلة اذا فعلا استاذ فهمي عمر ما قدرش يدخل نادي الزمالك. خلونا مع التبرعات ومع القائمة الموحدة المحترمة اللي بتشتغل بشكل محترم جدا جدا. الكابتن هشام نصر بعد ما تبرع بمبلغ الفترة اللي فاتت لنادي الزمالك، اعتقد كان فلوس السباحة اعتقد على ما اتذكر يعني، ولكن الكابتن هشام نصر بيتبرع ب 7000 متر مسطح من الانترلوك بشكل مبدئي لتغطية الممرات الداخلية لنادي الزمالك، لان الممرات الداخلية لنادي الزمالك الناس كانت بتتزحلق من كتر ما البورسلين او السيراميك ناعم، الناس كانت بتتزحلق ما بتعرفش تمشي يعني، وكانت ناس كبيرة مش بتعرف تمشي وكانوا بيتزحلقوا، يعني الوضع كان صعب جدا. الكابتن هشام نصر تبرع ب 7000 متر مسطح بشكل مبدئي لتغطية الممرات في نادي الزمالك. اكيد كل الشكر للكابتن هشام نصر وكل الناس اللي بتتبرع وبيتشتموا في الاخر، وناس بتطلع مرشحين منافسين ما تبرعوش ب3.5 جنيه وبيقعدوا يهاجموا الناس المحترمه دي. ان شاء الله باذن الله كل الدعم لقائمه الكابتن حسين لبيب. احمد عبد الرؤوف نجم نادي الزمالك ومدرب بلديه المحله ادى شوبير القضيه في الحته الفاضيه. ليه؟ شوبير حب يعمل ناصح على احمد عبد الرؤوف، لكن احمد عبد الرؤوف اداها له في المقص. شوبير بيسال احمد عبد الرؤوف سؤال خبيث كالعاده،
بيقول له ايه؟ بيقول في ناس بتقول المدرب الزملكاوي لما هيلعب ضد الزمالك مش هيكون بنفس القوة اللي بيلعب بيها بقية الماتشات. رد عليه احمد عبد الرؤوف وقال له انا هلعب ضد الزمالك بنفس القوة اللي بلعب بيها ضد اي فريق، لان ده اللي اتربيت عليه في نادي الزمالك. وبيقول له كمان، بيقول له حضرتك يا كابتن شوبير لو رجعت للتاريخ هتلاقي معظم النقاط اللي خسرها الزمالك في الدوري كانت امام مدربين زملكاويه زي الراحل طه بسري وفاروق جعفر وحلمي طولان وطارق يحيى، وكل دول مدربين زمالك وكسبوا نادي الزمالك. لكن انا اعرف مدربين من ابناء بعض الانديه لعبوا امام انديتهم بالعشرين والتلاتين ماتش ما كسبوش ولا ماتش. شوبير وشه احمر وزنهر، وبصراحه كان الوضع عنده يعني صعب جدا جدا جدا، وانا بأشفق على شوبير من الصدمة اللي احمد عبد الرؤوف اداها له. وانا بصراحة دي مسميها ايه؟ مسميها القاضية في الحتة الفاضية، الكلام الجميل اللي شوبير خده في جنابه من احمد عبد الرؤوف نجم نادي الزمالك والمدرب اللي مشرفنا ورافع راسنا في الدوري مع بلدية المحلة. يمكن اخر حاجة هختم بيها، وهي في بوستات بتطلع من بعض المسؤولين السابقين مش يعني هأعيرها اي اهمية، هي بوستات غير اهمية، وانا معرفش الناس دي لسه ليها عين لغاية دلوقتي بتتكلم باني عين، الناس دي بتتكلم باني وش بعد ما دمرت النادي وبعد ما قضت على النادي وبعد ما جرفت النادي. لسه هو غرامة بطيب 2 مليون يورو وشيكا مليون ونص ومحمد ابراهيم مليون، ده انا بكلمك على الكبير، ما كلمتكش بقى على اللعيبة اللي مشيت، ما كلمتكش على عقود الرعاية اللي يعني نادي الزمالك يعني تم اهدار حقه فيها، ما كلمتكش على رابطة الاندية اللي ما فيهاش حد ممثل لنادي الزمالك، ما كلمتكش على المشاكل والكوارث اللي حصلت ايام الناس اياها، وطالعين يتكلموا وطالعين يعملوا بوستات ويهيجوا الناس على قائمة الكابتن حسين لبيب. من هنا بقول كل الدعم لقائمة الكابتن حسين لبيب، ان شاء الله ناس محترمة، ان شاء الله ناس تنجح، ناس يشرفوا نادي الزمالك. واتمنى من جمهور نادي الزمالك اي بوست ينزل او الحاجات دي ما تبقاش ليها اهمية، لانها لو كانت ليها اهمية يعني انا كنت جبت البوست واتكلمت عليه هنا بقى وقعدت سردت. انما هي بوستات ملهاش اي اهمية، لان الناس دي خلاص اصبحت من الماضي، واحنا ولاد بكرة، احنا خلينا نبص للمستقبل. الله يكون في عون الكابتن حسين لبيب والقايمة بتاعته اللي هيحلوا في بلاوي، ناس هتيجي داخلين عش الدبابير هيحلوا بلاوي، الله يكون في عونهم. والبشوات اللي هم عملوا البلاوي بقى دي لسه ليهم عين يتكلموا ويطلعوا بوستات ويعودوا من اول وجديد. مش عايز بقى اتكلم على حتة تطبيق القانون والناس دي ليه ما تطبقش عليهم القانون لغاية دلوقتي وليه متسابين لغاية دلوقتي، انتوا طبعا عارفين يعني بيبقى في كده ايه ناس المفروض تبقى موجودة في وقت معين، عشان مش عايز اتكلم. سعدت جدا بيكم، واتمنى ان احنا يعني ندعم الفيديو ده بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولو على الفيسبوك اكيد مش هتنسى لايك وشير واعجاب ومتابعة للبيج. اشوف حضراتكم على خير باسم ان شاء الله باذن الله تعالى، والسلام عليكم، مع الف سلامة.